السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. موعد مباراة تشيلسي أمام مانشستر سيتي، مباراة قمة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز اللي هيكون ميعادها وبدايتها بإذن الله تعالى اليوم السبت 25 سبتمبر 2021 أو 25/9/2021. متابعينا الكرام، تشيلسي واجه مانشستر سيتي اليوم بإذن الله تعالى الساعة 1:30 ظهرا أو مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان. المباراة معادها الساعة 2:30 ظهرا أو مساء بتوقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان. المباراة معادها الساعة 3:30 عصر أو مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 12:30 منتصف النهار بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 11:30 صباحا بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة كل المباراة قناة بين سبورتس اتش دي 1 بريميوم الأولى بريميوم، كذلك قناة بي ان 4 كي ومعلق المباراة المتألق رؤوف خليف ملعب مباراة ستانفورد بريدج. متابعين الكرام، إليكم القناة الأجنبية الأخرى الناقلة للمباراة وهي سبورت تي في 1 البرتغالية وبي تي سبورت 1 اتش دي وبي ان سبورتس كونكت. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى. مباراة قوية جدا، أتمنى لكم متعة المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.